هل طيران الجيش المصري بيقصف ميليشيات الدعم السريع السودانيه؟ وده مش كلامي، ده كلام قائد الميليشيا بنفسه محمد حمدان. زي ما هتسمع كده الضحايا، اول حاجه احنا ضربنا الطيران المصري، الطيران الاجنبي في 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 وايه علاقه ده بالاستعداد العسكري اللي بينفذه كل طرف من اطراف النزاع داخل السودان دلوقتي؟ يعني مثلا الجيش السوداني بيستدعي كامل قوات الاحتياط بتاعته وبيعيد تنظيم صفوفه من جديد، وده بجانب استدعاء قوات الاحتياط المركزي هي كمان. على الناحيه الثانيه ميليشيات الدعم السريع بتستدعي القوات الاحتياط بتاعتها برضو وبتبعتها الخرطوم وبتستعد لتعويض خسائرها من بدايه الانقلاب لحد النهارده، وده المفروض بيحصل مع وجود هدنه مؤقته بين الطرفين، واللي يعتبر مش هدنه خالص، ده تقليل لاطلاق النار حتى مش وقف. ويا ترى بقى مين فيهم ممكن ينتصر في الاخر؟ خلينا في الفيديو ده نسيب الاخبار والدبلوماسية شوية على جنب، لأن الصراحة ما بحبش أركز في الأخبار كتير، أنا بحب أنزل على أرض الواقع ونتكلم في الأمور العسكرية أكتر. فخلينا أنا وأنت كده ننزل على أرض المعركة ونفحص الموقف عسكريا ونشوف مين من القوتين أقوى على المستوى العسكري واللوجيستي، وهل الجيش المصري ممكن يتدخل بأي شكل من الأشكال؟ خلينا نخش في التفاصيل على طول. أنا محمد خالد وقهوتك وحصان. نبدا باخر تحديث عسكري للقوات المسلحه السودانيه وقوات او ميليشيا الدعم السريع. خلينا نبدا باخر تحديث عسكري للقوات المسلحه السودانيه وميليشيا الدعم السريع وصلت لحد فين داخل الخرطوم، وايه هي كميه الاراضي اللي كل واحد فيهم مسيطر عليها. شايف الصوره اللي قدامك دي؟ دي صوره للاراضي اللي تم السيطره عليها في العاصمه الخرطوم من الطرفين. اللون الاخضر ده دي الاراضي التابعه للقوات المسلحه السودانيه، والاراضي اللي باللون الاحمر تابعه لميليشيات الدعم السريع، واللي هتكون نوعا ما اتغيرت لان الصوره دي قديمه شويه من يومين ثلاثه كده، وكل واحد فيهم دلوقتي بيحاول ينظم صفوفه من جديد علشان يعرف التاني اكتر. وبالتحديد الجيش السوداني اللي بدا يستدعي قوات من الاحتياط بشكل كبير ويعيد تنظيم صفوفه وينفذ هجوم منظم على الارض وياخد كميه اراضي اكبر من الاراضي التابعه لميليشيات الدعم، وده اللي مخلي الوضع على الارض مش مساند لميليشيات الدعم السريع خالص، لان الانقلاب اللي حاولت تنفذه على الحكومه والجيش السوداني اللي كان المفروض يعني يخلص في يومين ثلاثه كمل لثلاث اسابيع وتقريبا فاضل لنا اسبوع ونقفل شهر. طب ومين بقى اقوى فيهم؟ عايز افهم مين فيهم الاقوى على المستوى العسكري وقادر يحسم الموضوع ده نهائي، مين يمتلك القوه اللي يقدر بيها ينتصر على التاني. خلينا واحدة واحدة كده نفحص كل طرف عسكريا ولوجستيا ونشوف قدراته على الارض حجمها قد ايه بالظبط. خلينا نبدا بالطرف اللي المفروض هو اقوى، الطرف الشرعي، وهو الجيش السوداني او القوات المسلحة السودانية. ترتيب الجيش السوداني على مستوى العالم هو رقم 75. اجمالي عدد افراد القوات المسلحة حوالي 205 الف فرد، 100 الف من القوات الاساسية و50 الف قوات احتياط و55 الف قوات شبه عسكرية، بالاضافة ل 13 الف فرد في القوات الجوية و2000 فرد في القوات البحرية. عدد الدبابات داخل سلاح المشاة حوالي 170 دبابة، وعدد يواسي 7000 من المدرعات والعربات الحربيه زي عربيات اللاند كروزر والدفع الرباعي وغيره، ومسلح ب 20 مدفع ذاتي الحركه او ذاتي التلقيم ومعاهم 390 مدفع ميداني و40 من راجمات الصواريخ. اما بالنسبه لسلاح الجو واللي يعتبر نقطه قوه لا يستهان بيها، اجمالي عدد الطيارات داخل سلاح الجو السوداني 190 طياره ومنهم 75 هليكوبتر، والبيانات دي كلها طالعه حسب موقع جلوبال فاير باور، سيبها لكم في المصادر يعني. وده طبعا بالاضافه للقوات الخاصه التابعه لقياده القوات المسلحه. تسليح الجيش وهو يعتبر تسليح عالي والقدرات العسكريه للسودان مش قليله تماما، ونظريا الجيش السوداني قادر ينسف ميليشيات الدعم السريع دي عن بكره ابيها، وركز هنا احنا قلنا نظريا لان احنا هنرجع لها تاني كمان شويه. نيجي بقى لميليشيات الدعم السريع. الدعم السريع سابقا او مش سابقا هو المفروض تابع لجهاز الامن السوداني وخضع للرقابه من اجهزه الامن والجيش وبيرفع له التقارير العسكريه المرفقه بيه. ميليشيات الدعم هي قوات عسكريه شبه منظمه، لا هي عندها تنظيم وهيكليه اداريه زي الجيش ولا هي جماعات متفرقه زي المتمردين الافارقه، هي حاجه كده في النص، تقدر تشبهها كده بالحرس الثوري الايراني ولكن نسخه على قليل حبتين ثلاثه، لان الحرس الثوري في هو جيش موازي للجيش الايراني بالظبط، بل هو عنده قدرات يمكن اقوى منه كمان. اما ميليشيات الدعم فهي عباره عن 100,000 فرد من القوات مسلحين بالاسلحه الخفيفه زي كلاشينكوف وبنادق البي كي ام اللي هي الرشاشات الكبيره دي وصواريخ الار بي جي، ومعاهم 10,000 عربيه من عربيات اللاند كروزر او الدفع الرباعي، واللي اغلبيتها عليها مدافع النص بوصه زي الدوشكا وغيرها يعني، واللي بيتم استخدامها في اكثر من استخدام زي مدفعيه مضاده للافراد او حتى المدرعات او حتى الميمطه وحتى الطيارات، وده اظن المعروف. ولكن الغير معروف والمفاجئ ان قوات الدعم السريع ليها تشكيلات او وحدات هي تعتبر تشكيلات او قوات خاصه، وحدات من القوات الخاصه مدربه تدريب خاص، وحتى التسليح بتاعهم اعلى ومختلف عن باقي القوات، ومسلحين بالنسخ المتقدمه من بنادق الام 16 والنسخ المتقدمه برضه من الكلاشينكوف. طب هو ازاي معلش؟ ازاي ميليشيا شويه عصابات يعني يوصل بيهم الحال ان هم يعملوا قوه عسكريه بالشكل ده وبين يطلع منهم كمان قوات خاصه؟ كنا حكينا عن قصه الدعم السريع او الجنجويد يعني في اخر حلقه اتكلمنا فيها على السودان واللي كانت فيها معلومات حلوه يعني عن موضوع الجنجويد ده، واللي اخذتها حكومه النظام الاسبق عمر البشير وضمتها اليها وحولتها من مجرد ميليشيات بتقطع في بعضها
اقليم دارفور لقوات شبه عسكريه قوميه تابعه للدوله، واللي احتاجتها في حرب دارفور عشان تسيطر على الجماعات المسلحه هناك وتضم الاقليم لسيادتها. وده اللي ادى الجنجوي شرعيه داخل الدوله بعد ما تم اعاده تشكيلها من جديد واعطاها مسمى قوات الدعم السريع، واللي بقى عندها مصدر تمويل ضخم خاص بيها وهو مناجم الذهب اللي موجوده في جبل عامر شمال دارفور. جبل عامر اللي يعتبر ثالث اكبر منجم للدهب في افريقيا في حوزه الدعم السريع كامله، واللي بالفلوس دي قدروا يتحولوا من شويه عيال معاهم سلاح لقوات منظمه او شبه منظمه، يعني قوات وجودها بينافس قوات المسلحه السودانيه نفسها. ان الجيش قادر يخلص من الدعم السريع النهائي زي ما انت قلت كده عادي، وقلت لك برضو ان ده نظريا، لان الجيش يمتلك اسلحه تقيله، دبابات وطيارات ومدفعيه وصواريخ ورجمات صواريخ، كل ده يقدر يمحي الميليشيا عادي جدا. ما الميليشيا عندهم ايه اكبر اسلحتهم؟ ايه الدوش كانوا نص بوص. طب ده ليه ما حصلش بقى ونخلص كلنا من الليله دي؟ ليه الجيش مش قادر عليهم لحد دلوقتي؟ لان يا باشا دي مش حرب عاديه بين جيشين بيقدر يستخدم فيها الجيش السوداني الاسلحه الثقيله بتاعته، لا طبعا، دي حرب شوارع داخل العاصمه الخرطوم، حرب بتتم بين البيوت وبعضها وفيها مدنيين كتير. حرب الشوارع دي اللي متخصص فيها اكتر حرب قوات العصابات اللي هي طبعا الدعم السريع. ولو انت متابع قديم هنا للقناه من زمان يعني فهتبقى عارف ايه اللي يحصل لما جيش نظامي يخش قصاد قوات شبه نظاميه او قوات متفرقه كده بتلعب حرب عصابات يعني. ولو انت لسه جديد عادي يا باشا انت تنور يعني، بس انت اعمل اشتراك بس وانا هقول لك عادي. في حلقات ثانيه هتعجبك على فكره برضه. الموضوع ببساطه عامل زي فرد الحراسات الخاصه، اللي بيبقى مدرب ولابس بدله ونضاره شمس كده وفي سماعه في ودانه، ونزل قدامه عيل سوس ولا مؤاخذه كده معاه قطر ومعاه مطوه كده وعمال يترقص له كده عايز ايه يعوره. فرد الحراسات الخاصه ده مدرب تدريب معين وانه ازاي يتصرف مع اللي ده سواء كان بالسلاح بتاعه او حتى مهاراته القتاليه، لكن العيل الثاني بينزل له في الشارع يعوره ويجري. وده اللي نفسه بيحصل بالظبط بين القوتين. الجيش مصمم انه يتعامل مع جيش قصاده مش بجيش ثاني تسليح خفيف وقوات شبه نظاميه بتلعب حرب عصابات، مش ناس بتطلع تجري وتستخبى بين البيوت وتضرب وتجري. وده اللي عمله الدعم السريع مع الجيش السوداني، هو انه سحب الجيش للقتال داخل العاصمه، وده بيمنع القوات المسلحه ان هي تستخدم اسلحتها الثقيله زي القصف بالطيران والمدفعيه وحتى الدبابات. قصاد كده ان ده ملعب الميليشيا نفسها ان هي تنزل بين البيوت وتحارب منها وبين بعضها، لان ده جوهر تكتيك حرب العصابات، لان ده الشيء اللي اتعودت عليه من ايام حرب دارفور مع المتمردين، واللي ارتكبت فيها مجازر بتوصل لاكثر من 300,000 بني ادم راحوا، وكل ده على يد الدعم السريع لوحده. طيب هل ده معناته ان الجيش او القوات المسلحه مش قادره على الدعم السريع ولا عارف يتقدم عليها؟ الجيش حاليا بياخد اراضي اكتر من قوات الدعم السريع، وكل ما يكون في وقت كل ما الدعم السريع موقفه هيرجع للاكتر لورا والجيش هيتقدم واحده واحده، لانه جيش منظم ومعاه القوه على الارض. ولكن كان في عنصر غايب من الصراع من الاول وبدا يظهر تاني على ارض المعركه دلوقتي، والعنصر ده بقى وهو قوات الاحتياط المركزي السوداني، واللي بدات تتنشر لاول مره في الخرطوم يوم السبت 1/5، واللي نزولهم على الارض يعتبر عامل حاسم وقادر يحسم الموازين للقوات المسلحه. طب يا مين بقى قوات الاحتياط المركزي دي؟ قوات الاحتياط المركزي هو فصيل شبه عسكري وتابع لجهاز الشرطه السودانيه، وتم تاسيسه سنه 1974 وعدده دلوقتي بيوصل ل 80,000 فرد. تقدر تشبههم كده نوعا ما بالامن المركزي المصري، ولكن يعني باختلاف الاحجام والمهام وليله كبيره يعني. برز دور قوات الاحتياط المركزي كقوات شبه عسكريه لانها قوات مش عسكريه، تعتبر قوات شرطيه ولكن مدربه تدريب عالي، وده للهدف اللي اتخلقت عشانه وهو فض النزاعات القبليه والسيطره عليها، وتكون قوه للتعامل مع النزاعات ما بين القبائل وبعضها في ايد الدوله، وكمان ليها مهام لحفظ الامن وعمل كمان على الطرقات والشوارع المركزيه اللي بتوصل للمباني الحكوميه المهمه، حراسات خاصه من الاخر يعني. وهي قوات مؤلفه من الجيش وجهاز المخابرات السوداني، وكان ليهم دور مهم في حرب اقليم دارفور ايام الرئيس الاسبق عمر البشير، وكانت بتمثل الدوله هناك. وكان الاحتياط المركزي هو اكتر فصيل من فصائل الشرطه ليه اهتمام شويه، واخد تدريب عالي شويتين بالاضافه للتسليح، واللي حولها اكتر من فصيل شرطي زي ما قلنا لقوات شبه عسكريه. واللي من اكتر الحاجات اللي بتميز وحدات الاحتياط المركزي ان جواها وحدات وتشكيلات تابعه للنخبه، والنخبه دي جايه من قوات الدعم السريع نفسها ولكنها تابعه لقوات الاحتياط المركزي السودانيه. والسبب هنا ان اصلا قوات الدعم السريع او الجنجاويد سابقا كانت مخصصه لكبح جماح الحركات المسلحه اللي موجوده في الاقاليم والنزاعات ما بين الاقاليم وبعضها، يعني تقريبا نفس المهام اللي كانت بتعملها الاحتياط المركزي السوداني، فده كان شيء منطقي جدا. وكان الاحتياط المركزي ضمن الفرق اللي جايه من الجيش والمخابرات لصد هجوم عملته حركه العدل والمساواه على العاصمه الخرطوم في 2008. حركه العدل والمساواه دي بقى دي كانت اخر حركات المتماسكه من ضمن حركات المقاومه او المتمردين اللي كانت موجوده في اقليم دارفور، واللي ميزها عن باقي الحركات الثانيه اللي هي كانت عامله نوعا ما زي مظله سياسيه كده عشان تجمع كل الحركات المتمرده في جبهه واحده وتتكلم بيها على المستوى السياسي، مش بس يكون ليها تواجد عسكري. واللي قدرت تنفذ هجوم واسع على العاصمه الخرطوم يبدا من اول مدينه هرمان اللي موجوده في عاصمه او في اقليم دارفور يعني، واللي امتد منها لحد الخرطوم، ودي كانت اقرب مدينه موجوده في الاقليم يعني. وده اللي خلى النظام الاسبق يستخدم قوات الاحتياط المركزي ومعاه فصائل من الجيش والشرطه، ولاحقا دخلت على الخط الجنجويد اللي هي قوات الدعم السريع دلوقتي، الجنجويد اللي تم الاستعانه بيهم في دك الحركات دي اللي كانت موجوده في اقليم دارفور. ومقر قوات الاحتياط المركزي موجود في منطقه جنوب الخرطوم،
وانتشارها دلوقتي يعتبر رسالة تهديد لقوات الدعم السريع، لان هما بيلعبوا بنفس الاسلوب بتاعهم هو اسلوب حرب العصابات. الفكرة هنا صديقي من كل اللي احنا حكيناه ده ان كل طرف من الاطراف متأكد وعنده تمام اليقين انه قادر ينتصر على التاني عسكريا وعلى الارض، ما عندوش مشكلة، ولكن على ارض الواقع الموضوع مخلص. لا الانقلاب اللي نفذه حميدتي دخل في 4 اسابيع اهو وما كملش لحد دلوقتي، ولا البرهان ولا الجيش السوداني قادر ينسف تماما الحركة دي. طب هو الموضوع هيستمر لحد امتى؟ وعلاقة بقى مصر والطيران المصري بالموضوع ده عايز افهم. حسب مقالة نزلتها رويترز عن تسريبات سرية للقاء ما بين الطرفين بين حميدتي والبرهان، واللي كانوا هيناقشوا فيها كل حاجة تقريبا من ضمنها وقف اطلاق النار، واللي طلع فيها شوية معلومات حلوة الصراحة. اول حاجة قالها حميدتي ان انا مش عايز ارفع التقارير العسكرية ليك، وليك دي عايدة على البرهان يعني، وانا مش معترف بيك كونك قائد للجيش ومش عايز ارفع لك تقارير عسكرية عن قواتي، لا انا عايز ارفعها للبرلمان. وده معناته ان حميدتي مش معترف بالبرهان في منصبه، ما هو ده الطبيعي يا جدعان، ما لو كان معترف ما كانش عمل الليلة دي كلها. وطبعا رفض تام انه يضم قوات الدعم السريع او ميليشيات الدعم السريع للقوات السودانية، مش عايز يحصل اي دمج بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وانا هنا كمحمد يعني عندي راي كده بسيط يعني ناخد بيه او ما ناخدش عادي يعني. وهي ان ميليشيات الدعم السريع هي في الاول وفي الاخر ميليشيا، ما ينفعش تدخلها على افراد القوات المسلحه السودانيه، لان دول افراد عسكريين منظمين ومتعلمين سواء كان جنود او حتى ضباط. عايز تنيه انت ممكن تفككها بس ما تدخلهمش او تضمهم، لان ده جوه في دماغه حاجه وده جوه في دماغه حاجه تانية خالص. لكن انا بقى كمحمد ما يفرقش معايا الكلام ده قد ما يفرق معايا حاجه مهمه قوي اتقالت في المقاله دي، وهو اللي اتقال على لسان حميدتي بخصوص الطيران المصري. حميدتي معترض تماما على وجود الطيران المصري داخل السودان، بالتحديد في قاعده المروه الجويه. طب هو معترض ليه؟ هل القوات دي او هل قوات الطيران دي بتدعم القوات المسلحه السودانيه وبتضرب فعلا قوات الدعم السريع زي ما كان بيقول حميدتي في الاول ان الطيران المصري بيضربنا؟ والحقيقه صديقي ان الطيران المصري ده موجود في السودان لحاجه بسيطه جدا يعني، وهو ضرب سد النهضه. والله زي ما سمعت وجود السودان شيء محوري جدا للرغبه في تنفيذ اي عمليه لضرب سد النهضه في اي وقت، ودي بقى لا عايز لها فيديو تاني. ولكن عشان تبقى عارف يعني اللي خايف ومنزعج قوي من وجود المقاتلات المصريه دي مش حميدتي، اللي منزعج منه هو اكبر حليف لحميدتي او يعني اهم حليف ليه في الفتره دي، هو رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد. ابي احمد نقدر نقول انه مبسوط باللي بيحصل في السودان والفرقه اللي هناك دي، لان لو السودان كلها مستقره على يد رجل واحد وسلطه واحده هتساعد مع مصر ان هي تضرب سد النهضه. طول ما بيكون في فرقه طول ما اثيوبيا بالسد بتاعها حاسه ان هي في امان، ولو انها مش في امان يعني كلنا عارفين. غير كده ان النزاع اللي بيحصل في السودان دلوقتي يهم اثيوبيا ان هي تسيطر على اقليم الفشقه، الاقليم اللي موجود على الحدود بين الدولتين ودايما في نزاع حدودي بينهم على المنطقه دي. وعلى فكره مش اثيوبيا بس المستفيده بالقلق اللي بيحصل في السودان دلوقتي، في دوله تانية مهتمه بالموضوع قوي وبتستغله حاليا وهي امريكا، وهي اللي بعتت سفن دعم لوجستي كبيره جدا على الساحل السوداني في منطقه بور سودان، وده لهدفه ان هي تجلي رعاياها الامريكان اللي هم يا دوب حوالي 300 نفر اكتر او اقل يعني تقريبا 300 يعني. ولكن الفكره في كده ان السفن اللي بعتتها امريكا اكبر بكتير من الهدف اللي جاي عشانه، بعت مدمره فيها حامله صواريخ كروز وسفينه تانية حامله طائرات وبتقدر تشيل قوات مسلحه او قوات خاصه وكمان دبابات. انتوا ناويين تعملوا ايه افهم؟ وما تنساش ان امريكا ليها قاعده عسكريه في جيبوتي قريبه برضو من بور سودان. من الواضح ان الامريكان ناويين يقعدوا شويه في السودان لحد ما الخناقه ما بين الطرفين تخلص، ويا عالم حتى لو خلصت الامريكان هيطلعوا اصلا ولا لا، خصوصا ان هم كان نفسهم ان يكون ليهم تواجد في المنطقه دي من زمان. نتمنى ان الازمه اللي في السودان تخلص باسرع وقت، لان اكبر متضرر بيها هنا هو الشعب السوداني نفسه اللي لا فيه طور ولا في الطحين ولا ليه في الخناقه دي لا ناقه ولا جمل، وطبعا تاثيرها خطر جدا على الامن القومي المصري. ولو انت وصلت لحد هنا فانت راجل محترم جدا، اعمل لنا بقى اشتراك في القناه وفولو على صفحه الفيسبوك وبس كده. سلام.